رسالة ربنا يسوع المسيح كانت رسالة رحمة، كان كلامه مفرح ولمسته لمسة شفاء، وحتى نظراته نظرات رأفة ورحمة. أول مرة بيقف مع الكتب والفريسيين، وقف معهم أيام كتيرة وكلمهم وحاجهم كتير واتكلم معهم كتير، بس أول مرة يقول لهم ويل لكم أيها الكتب والفريسيين. 7 تطويبات قدامها 7 لعنات، ويل لكم. 7 تطويبات موجودة في إنجيل معلمنا متى 9:5، و7 لعنات موجودة في إنجيل معلمنا متى 23. ليه يا رب بتكلمهم كده؟ عشان 3 أسباب هنقولهم وناخد 3 كلمات علينا احنا بس، سيبكم منهم هم خلاص، يعني القصة بتاعتهم قصة انتهت على كده، فرصتهم راحت وضاعت، مع انهم كانوا شايفين بعيونهم ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح. ليه يا رب بتعمل معهم كده؟ خايف عليهم عشان ده بيضر بيهم شخصيا. كلمة تانية، خايف على اللي حواليهم لأنهم بيكونوا سبب عسرة. رقم 3، ده بيضر بصورة الله اللي هم كانوا موجودين فيها، دول كانوا رؤساء كهنة وكانوا كتبة وكانوا ناس بيعلموا الناموس. يا رب انت خايف عليهم وخايف على اللي حواليهم وخايف على صورة الله الموجودة فيهم. تعالوا ناخد الـ3 آيات ومعاهم 3 كلمات خاصة بيهم. أول آية أو أول قول قالها لهم السيد المسيح، ويل لكم الكتبة والفريسيون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون ولا تدع الداخلين يدخلون. احنا ممكن نعمل كده؟ ممكن نقفل الملكوت قدام الناس؟ ممكن نكون سبب عسرة ليهم والناس تسيب الكنيسة وتمشي؟ بيحصل كده، بيحصل معانا كده. السؤال بقى، هل أنت بتتشارك في عمل الملكوت؟ قديس يوحنا زي بالفم يقول قول رائع، مسيحي لا يعمل لأجل خلاص غيره، هل هو مسيحي؟ بيسأل القديس يوحنا، مسيحي لا يعمل لأجل خلاص غيره، هل هو مسيحي؟ نشيل اسم المسيحي ده ونحط اسمي ونحط اسمك ونقول فلان لا يعمل لأجل خلاص غيره، هل هو فعلا مسيحي إنسان الملكوت؟ أكتر حاجة كانت بتعب السيد المسيح من الكتب والفريسيين العصرة، العصرة، والعصرة بتتعب ناس كتيرة. حتى لو حصل مني أو منك بضعف بجهل، أهو الناس بتزعل وبتمشي، بتسيب الكنيسة وتمشي، بتعصر فينا. قديس يوحنا الحبيب بيقول عن واحد اسمه ديوتريفس، ديوتريفس بيقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم. الراجل ده بيحب يبقى رقم، يكون رقم واحد، لا يقبلنا، ما بيقبلش أي حد. الشخص ده كان موجود في الكنيسة هازرا علينا بأقوال خبيثة، بيهزر علينا بيقول كلام كلام كلام، نميمة إدانة نميمة إدانة. الأصعب بقى عن ديوتريفس ده، ويمنع أيضا الذين يريدون أن يدخلوا، بيمنع الناس أنها تيجي، بيمنع الناس أنها تيجي الكنيسة ويطردهم من الكنيسة، يطردهم من الكنيسة. صعب خالص أن ربنا يشاور علينا ويقول أنت مش شغال معايا، أنت لا تعمل لأجل ملكوت الله، أنت لا تعمل لأجل ملكوت الله. وإحنا في بنقدم توبة من خلال الصوم الكبير، من فضلك اسأل نفسك السؤال ده، أنت بتشارك في عمل الملكوت ولا بتقفل الملكوت؟ بتقفل الملكوت. وأول ناس واحد من الآباء قال كده، مين اللي تحب تاخدهم معاك الملكوت؟ تحب تاخد مين معاك؟ تحب تاخد مين معاك؟ واحد قال لأبونا لو كان الملكوت هتدخله مراته، يعني فلانة دي أنا مش رايح الملكوت، صعبة يعني، قال خلاص أنا تعبت. قالوا لو هي دي رايحة الملكوت، ده اللي انت بتعمل تحكي لي عني وتقول له يا ابني معلش اربح نفسك وبص للأبدية وبص واعمل. قالوا لو كانت فلانة دي عايزة رايحة الملكوت، ده أنا مش رايح هناك معاك. تحب تاخد مين في إيدك وانت رايح الملكوت؟ تاخد زوجتك، تاخد ولادك معاك، تاخد لو انت خادم تحب تاخد المخدومين بتوعك، تحب تاخد مين معاك، تحب تاخد كل احبائك، تحب تاخد اسرتك الكبيرة، عمك واخوالك وعماتك والناس كلها. انت بتعمل لاجل الملكوت؟ اوعى تكون انت واقف عصرة قدام عمل الله وعمل ايه، عمل الملكوت. اسأل نفسك السؤال ده، بتشارك في عمل الملكوت؟ وافتكر الآية اللي قالها السيد المسيح، ويل لكم لأنكم تغلقون ملكوت السماوات ولا أنتم بتدخلوا ولا كمان بتخلوا الناس إيه؟ الناس تدخل. الكلمة الثانية، أنت فاهم كويس؟ أنت بتفهم؟ الآية بتاعتها، أيها الجهال والعميان. الجهل ده أكبر مصيبة.
أكبر مصيبة في حياة الإنسان أن يبقى إنسان جاهل. هنشوف جاهل في إيه. أيها الجهال والعميان، أيهما أعظم، الذهب أم الهيكل؟ القربان ولا المذبح؟ أنتوا فاهمين كويس؟ أنتوا اللي بتعلموا الناموس، أنت فاهم؟ أنت فاهم كويس اللي أنت عايشه؟ أنت فاهم كويس الكنيسة؟ أنت فاهم كويس سر التوبة والاعتراف؟ بنيجي نرمي شوية خطايا؟ لا، مش بنرمي خطايا، بنسيب خطايا وبناخد غفران وبناخد خلاص وبناخد فداء السيد المسيح، بناخد كل الحاجات دي. اسمع الآية دي في هوشع 4:6، هلك شعبي، مين يكمل؟ لعدم المعرفة. هوشع 4:6. اسمع الآية الثانية، دانيال 12:3، والفاهمون، بيتكلم عن الناس اللي بتفهم، والفاهمون يضيئون كضياء الجلد. الفاهمون يضيئوا كضياء الجلد. انت فاهم الكنيسة؟ بركة كبيرة ان احنا بنيجي والكنيسة مليانة من صلاة باكر. بركة كبيرة ان احنا نحضر التسبيحة كل يوم سبت. بركة كبيرة ان انت تبقى موجود في القداس. انت فاهم الحاجات دي؟ بتفتح انجيلك، بتفهم كل آية؟ بتفهم كل آية؟ فاهم يعني معنى الحق، معنى الرحمة، فاهم معنى الإيمان ايه؟ انت فاهم كل الحاجات دي؟ اسأل نفسك السؤال ده. انت فاهم؟ انت فاهم يعني انت صايم؟ صايم عن الأكل بس؟ ولا صايم مصوم لسانك؟ ولا صوم القلب خير من اللسان والبطن؟ لو كان صوم البطن ده اللي بيقبل، ولو بطننا دي اتملت أكل، طب وبعد شوية بطننا دي هتموت، هتتحلل في الأرض، بطننا مش هتطلع معانا في السماء، الجسد ده للتراب. انت فاهم يعني ايه صايم؟ صايم يعني ليك علاقة بربنا، يعني انجيلك موجود، يعني قداسك موجود، يعني مناولتك موجودة، يعني أب اعترافك قريب منك، يعني كل الوصايا الروحية الجميلة تكون قريبة منك عشان تبقى فعلا صايم حقيقي، عشان يكون في تغيير حقيقي في حياتك. انت فاهم ده كويس؟ قال لهم انتوا فاهمين اللي بتعملوه؟ الذهب ولا الهيكل ولا القربان ولا المذبح؟ انتوا فاهمين انتوا بتعملوا ايه؟ اول حاجة انت بتشارك في عمل الملكوت، تاني حاجة انت فاهم كويس النعمة اللي انت نحن فيها مقيمون. نعمة مش عارف، مش خايف اقول المثل، النعمة واللي يكرهها يعمل ايه؟ خلاص ما تكملوش، مش مهم. نعمة، احنا في نعمة. واسألوا الناس اللي بره، اسألوا الناس اللي بره اللي عايشة في الضلمة، اسألوا الناس اللي بره اللي مش حاسة بالسلام، اسألوا الناس اللي بره اللي عايشة في القلق، اسألوا الناس اللي بره اللي هو متخبط مش عارف يروح فين، اسألوا شباب كتيرة بره بعيد عن ربنا، انت عايز ايه؟ يقول لك مش عارف. انت عايز تعمل ايه في حياتك؟ مش عارف. انت فاهم النعمة اللي انت فيها؟ رقم واحد، انت بتعمل لأجل الملكوت. رقم اتنين، انت فاهم كويس. رقم تلاتة، انت بتنقي الكاس كويس؟ بتنقي الداخل ولا الداخل والخارج زي بعض، ولا الاتنين مختلفين؟ ايها الفريس الأعمى، نقي اولا. قال لهم السيد المسيح كده، ايها الفريس الأعمى، نقي اولا داخل الكأس والصحفة، وبعد كده هيبقى كله طاهر ليك. كتبوا الفريسين، كان كل ما يحفظ مزامير وكل ما يعرف وصايا يحط خلاخيل وشخاليل ويصوتوا قدامه ويقولوا وسع 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 للراجل الحافظ كتير، وسع للراجل اللي عارف، وسع للراجل اللي بيعلمنا. طب الداخل أخباره إيه؟ القلب أخباره إيه؟ سليمان بيقول لنا يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، ولتلاحظ عيناك طرقي. كتاب جميل لقداسة البابا شنودة اللي احنا في اسمه حياة التوبة والنقاوة، تدريب حلو ليا وليك لو طلعت الكتاب ده، وازاي تنقي، ازاي وانت في الصيام ده تعرف تنقي قلبك، تنقي افكارك. هل واحنا في جلسة الاعتراف واحنا بنتقدم للتوبة والتناول بنكون فعلا انقياء؟ مش فاكر القول اللي قاله الأنبا رويس لما دخل يتناول، وكل ما يجي يتناول يرجع لورا، يجي يتناول يرجع لورا. عارفين الفيلم بتاع الأنبا رويس؟ فبيقول له يا ابني تعالى تقدم، ابونا تعالى بنتقدم. فبعد القداس قال له مالك؟ انت كنت خايف من التناول ليه؟ قال له اصل التناول اللي يدخل ده، انا بخاف من العباره اللي بقولها، يعني انا كشخص بخاف كده، بيقول له لازم الجوب بتاعه يكون طاهر زي مين؟ زي العذراء. لازم الجوب بتاعه يكون قلبه، يكون حواسه، يكون عينيه، يكون افكاره نقيه زي الست العذراء اللي حملت شخص ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. جهاد، تعالوا نجاهد، تعالوا نجاهد
ان احنا ازاي نكون انقياء. انتم انقياء بسبب مين؟ يكمل الايه الكلام. بتفتح انجيلك في الصيام؟ تفتح انجيلك ولا لسه موجود عند الدرج، ولا موجود في المقص اللي غايب بقاله سنتين ثلاثه، ولا في ايه؟ انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. انت نقي، انت هتبقى نقي لما تبقى مطعم في الكرمة، في الغصن موجود، انت غصن في الكرمة الحقيقية، شخص ربنا يسوع المسيح. تبقى نقي كل مرة بتدخل تتناول، تاخد جسد الرب ودمه. تبقى نقي لما تقعد في جلسة اعتراف امينة امام اب اعترافك، في وجود في حضور الله، في حضور الاب الكاهن. تبقى نقي لما تقف تقول له ارحمني انا الخاطئ. تبقى نقي بكده، تبقى نقي. تجاهد مع نفسك، نقين يا رب. وأرميا بيقول له توبني يا رب فأتوب، كل مرة توبني يا رب فأتوب. أنت كنت محتاجنا إنك تتوب؟ أيوة. وتمضي رينك تقول له توبني قبل ما تاخدني، توبني قبل ما تاخدني، ما تخلينيش أنام يا رب على المخدة وأفاجئ إن أنا واقف قدامك ومش عارف أدي حساب على مين، على إيه ولا على إيه ولا على إيه. يعني بقول أي حد فينا من الآباء يقول لسيدنا خطيت يقول لك على إيه ولا على إيه ولا على إيه. سيدنا بيقول كده. فبنقول لربنا احنا واقفين قدامك يا رب نقينا. خلي الطلبه دي على لسانك على طول، نقيني يا رب، طهرني يا رب، اسندني يا رب، عضدني يا رب. جهادك في حياتك في كده، جهادك. موت في الجهاد خير ما ننتحي في السقوط، قديس يوحنا ذهبي الفم. موت في الجهاد وانت بتدافع عن نقاوتك، وانت بتدافع عن طهارتك، وانت بتدافع عن قداستك. اكتر حاجه يسرقها مننا الشيطان، مش هيسرق مننا فلوس، مش هيسرق مننا املاك وبيوت وحاجات، هيسرق مننا طهارتنا ونقوتنا وبساطتنا، هيسرق مننا حاجات كتيره لا تعوض، مش هنتعوض. حاجات اللي المفروض نحيا بيها دي مش هتتعوض مننا تاني. لما تضيع مننا طهارتنا وقداستنا ونقوتنا، ايه اللي فاضل لنا؟ الحاجات دي هي ندخل بيها ونسمع الصوت المفرح، تعالوا الي يا مبارك ابي، اعملوا ايه؟ رسو الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم أو إنشاء العالم. افتكر الثلاث أسئلة دول. أنت بتشارك في عمل الملكوت؟ أنت فاهم كويس النعمة اللي أنت فيها؟ رقم ثلاثة، أنت بتنقي نفسك كويس؟ ربنا يدينا من خلال الصوم ده نكون نشارك ربنا في عمل الملكوت، ونكون فاهمين كويس، ونكون أنقياء بسبب الكلام اللي بنسمعه من فم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، له المجد في الكنيسة من الآن والأبد.